نروح لموضوع آخر، ودلوقتي بيتم العمل على تنظيم معارض أيادي مصر للحرف التراثية واليدوية في 9 مناطق سياحية في نطاق 7 محافظات. ده طبعا في إطار الترويج للمنتجات التراثية ودعم أصحاب هذه المشروعات وتحسين مستوى الدخل للعديد من الأسر، خاصة الشباب والمرأة المعيلة. عايزين نتعرف على تفاصيل أكتر. معانا على التليفون الدكتور خالد قاسم، معاون وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة. صباح الخير عليك يا دكتور. أستاذ محمد، صباح الخير على حضرتك. دكتور خالد قاسم، مستعد التنمية المحلية. يا أهلا بيك. عايزين نتعرف من حضرتك في البداية على ما تشمل عليه هذه المعارض، معارض أيادي مصرية من منتجات ومشغولات. يعني خليني أقول لحضرتك أن منصة أيادي مصر تم تدشينها 16 مارس 2021 بشراكة استراتيجية مع صندوق الأغذية العالمي و إي فاينانس وشركة إحدى شركاتها إي أسواق المصرية. طبعا المحلية المنصة الكاملة لعرض. طيب دكتور خالد، لو حضرتك بس تغير المكان اللي أنت موجود فيه عشان نسمعك بوضوح. سمعنا يا فندم؟ ايوه فندم، سامع حضرتك. اتفضل. فطبعا المنصه دي منصه الكترونيه كامله في عمليه البيع والشراء والتحويل الاموال لاصحاب المشروعات الحرفيه. بس خليني اقول لحضرتك انه المنصه دلوقتي احنا بنتكلم على 7 محافظات مصريه، 9 اماكن موجوده، الاماكن التراثية اللي موجودة جامع السلطان حسن، المتحف الكبير وغيرها، قلعة قايتباي في اسكندرية، في الأقصر وفي أسوان وفي غيرها من الأماكن المهمة جدا اللي بشراكة استراتيجية مع وزارة السياحة والآثار المصرية. طبعا العارضين والعارضات دول، خليني أقول لحضرتك احنا النهاردة على المنصة عندنا 2000 حرفي 2000 منتج، وبنسوق ل 8000 منتج النهاردة. بنتكلم في إن شاء الله في زيادة. تم تدريب من خلال ورش العمل وحدات أيادي مصر اللي موجودة في المحافظات المصرية 27، واللي بيرأسها السادة نواب المحافظين مع الوحدات لتدريب أصحاب الحرف، رقم واحد. رقم اثنين، مهم جدا إزاي هم يصوروا المنتجات بتاعتهم بشكل احترافي ويرفعوا كمان على المنصة. بالإضافة إلى هذا وذاك، اشتراكهم في المعارض المختلفة من خلال وزارة التنمية المحلية زي تراثنا وغيرها من المعارض. كذلك الأمر اشتراك المنصة والمنتجات دي كمان في معارض أفريقية زي المنتدى العالمي وزي الكوب 27 وزي معرض القاهرة الدولي للكتاب. كل ده طبعا بيدي عملية إتاحة وفرصة أكبر لاشتراك عدد كبير كمان من المنتجين والمنتجات اللي موجودين في المحافظات المصرية. احنا هنا بنعمل على إبراز المزايا التنافسية للمحافظات المصرية من خلال أصحاب الحرف التراثية، وبحيث ان هم كمان لو محتاجين زيادة في حجم المشروع بتاعهم أو محتاجين تمويل، احنا هنا بيبقى عندنا رافد اقتصادي مهم جدا من روافد التمويل، وهو صندوق التنمية المحلية اللي موجود في المحافظات المصرية زائد برنامج التنمية المحلية والبشرية مشروع. طيب يا فندم، الشروط اللي بيتم وضعها للمشاركين في المعرض؟ اولا انه اول حاجة يعني المنصة بتشوف، اولا بنشوف المنتجات اللي دي ترقى انها تكون موجودة على المنصة ولا لا، ازاي ان هم نرفع من جودة هذه المنتجات. كذلك الامر التدريبهم على عملية التعبئة والتغليف لهذه المنتجات، كل ده بيتم من خلال منصة أيادي مصر بالشراكة الاستراتيجية مع برنامج مشروع. طيب حضرتك قلت ان هم عندنا 2000 منتج مظبوط؟ بالظبط. طيب 8000 منتج و2000 حرفي وصاحب وصاحبة حرفة او مهنة. طيب. وطبعا كل واحد بيبقى معاه مجموعة عمل، يعني ده معناه ايه؟ إتاحة مشروعات أكتر، يعني إتاحة فرص عمل أكتر، يعني تشجيع فكر ريادة الأعمال وإنشاء شركات صغيرة ومتناهية في الصغر تقدر من خلالها إن احنا نعرض منتجات أكتر تهم كل أسرة مصرية. عظيم. وغير مصرية كمان. طيب هل هذه الحرف والمنتجات الموجودة في 7 محافظات زي ما اتكلمنا لابد أن تعبر عن هذه المحافظات، ولا ممكن أن يشترك فيها من محافظات مختلفة للترويج
لهذه الحرف والمنتجات؟ أشكرك. إحنا النهاردة بنتكلم على 27 محافظة، 2000 منتج، ال 2000 منتج دول موجودين في ال 27 محافظة، منتجاتهم كلها موجودة على المنصة، وكذلك الأمر قطاع كبير منهم في كل المحافظات بيشترك في هذه المعارض. المعارض دي تعتبر بوابة مهمة جدا إن إحنا من خلالها نعرض المنتجات المتميزة لأصحاب هذه المهن والحرف يا فندم. فندم حضرتك خلال حديثك ذكرت انه يعني لتحفيز الاسر المصريه ومشروعات المتناهيه الصغر والصغيره، وايضا ذكرت اسر غير مصريه، هل انا سمعت حضرتك مظبوط؟ طبعا، يعني خليني اقول لحضرتك انه في منصه ايادي مصر لما كنا في المنتدى العالمي في تيماسو تم عرضنا المنتجات المصريه هناك. هم طلبوا ان يكون زي ما في منصه ايادي مصر يكون في منصه ايادي افريقيا اللي بيها ان هم يستفيدوا من المنصه دي، ويبقى في رافد من روافد التعاون مع افريقيا. آلية التعاون ده ايه يا فندم؟ يعني هل بتبقى نفس الشروط الموضوع؟ هل ايه اللي بيحصل؟ هم يعني شافوا التجربه بتاعتنا وطلبوا ان هم يعملوا محاكاه ليها كمجموعه اتحاد البلديات الافريقيه، وبالفعل في تعاون ما بين الوزاره عندنا ومعاهم اتحاد البلديات الافريقيه. طيب هل الموضوع مستمر قد ايه يا فندم؟ احنا مستمرين، احنا ابتدينا في 2021 ومستمرين الى ما شاء الله يا فندم. يعني هتبص تلاقي حضرتك مع المتحف الكبير هنلاقي ان في منتجات التراثيه والحرفيه لمنصه ايادي مصر، اللي منتجات المصريه والمحافظات المصريه والقرى المصريه المتميزه اللي بتعبر عن الهويه المصريه معروضه، بحيث ان كل دول العالم تشوف المنتجات التراثيه والحرفيه المصريه. نجيبها لهم جوه المتحف او نجيبها لهم جوه الاثر، مش هم يروحوا لها، لا نجيبها لهم عندهم. اذا احنا موجودين من 21 وبنتوسع كمان ان شاء الله يا فندم. طب يا فندم، وجه التعاون والتنسيق ما بين حضراتكم كوزارة التنمية المحلية ووزارة السياحة لتنظيم هذه المعارض، يعني ايه آلية التعاون؟ ازاي بتحصل؟ هو في مجلس اعلى يضم 20 وزارة دلوقتي، هذا المجلس الاعلى في الوزارات المصرية المعنية، وبالتالي اللجنة العليا لإدارة منصة ايادي مصر النهاردة تحت رعاية القيادة السياسية بيتم التعاون فيما بيننا كوزارات، بحيث ان احنا بنتكامل في العمل فيما بيننا، بحيث ان احنا نطلع في الاخر خالص المشهد او المنتجات التراثيه والحرفيه في ابهى صوره ليها. طيب حضرتك برضو ذكرت يا دكتور انه في جانب تدريبي وده مهم جدا، هل لابد ان يكون صاحب الحرفه دي متميز قوي في الحرفه، ولا ممكن يكون عنده الفكره الاساسيه بتاعتها واحنا نساعده من خلال التدريب؟ طبعا احنا بنساعد النهارده صاحب الحرفه او الحرفه التراثيه او الحرفه العاليه دي، طبعا بيتقدم لينا من خلال المنصه. المنصه طبعا في حي الفواخير هنا عندنا مقر رئيسي في اتعمل لها فيه هنا في محافظه القاهره في الفسطاط وجاري تاهيله، وكذلك الامر عندنا طبعا زملائي وزميلاتي موجودين في وزاره التنميه المحليه في العاصمه الاداريه، عندنا اداره المنصه، وكذلك الامر على مستوى 27 محافظه. فاللي بيحصل هنا ايه؟ اللي بيحصل صاحب الحرفه او المهنه بيتقدم وبيتشاف المنتجات بتاعته، ثم بعد ذلك بيتم الدعم ليه والاشتراك ليه ومساعدته وتدريبه على انه يرفع المنتجات بتاعته دي وتتصور بشكل حرفي عالي، ثم كمان بيسجل ويفتح لنفسه حساب بنكي، لان في اشتراك مع مجموعه اي فاينانس اللي بيها ان هو كمان المتحصلات بتاعته لو باع بشكل الكتروني تجيله المتحصلات كمان على حسابه البنكي بشكل كامل يعني. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور خالد قاسم معاون وزير التنميه المحليه والمتحدث باسم الوزاره، شكرا لحضرتك يا فندم على كل هذه الايضاحات.